في البداية إيه اللي خلاك تفكر في هذه المبادرة؟ بداية الموضوع كان من بعد المشكلة الكبيرة اللي حصلت وواجهها العالم كله في فيروس جائحة كورونا المستجد كوفيد 19. واجهنا كلنا مشكلة كبيرة في الانفراستراكشر الطبية. الانفراستراكشر الطبية فيها شورتش كبير في مصر، وكان واتضح في العالم كله، يعني مش عندنا بس. يعني توجيهات سيادة الرئيس والقيادة السياسية كانت كبيرة جدا بكل مؤسسات الدولة في النهوض بالمنشآت الطبية في مصر. المجتمع المدني ساعد الحكومة في مواجهة الفيروس، ولكن قعدنا نفكر أنا وأصحابي إحنا ليه ما يبقاش عندنا مدينة طبية كبيرة زي موجودة في دول أوروبية نساعد بيها وننهض بيها بالمنشآت الطبية. انتوا كام شخص في المبادرة؟ إحنا في البداية كنا مجموعة من الأطباء، طرحنا الفكرة وقعدنا نتكلم فيها مع بعض، وبعدين طرحناها على أساتذة جامعات وعلى استشاريين، وبعدين طرحناها على رجال أعمال، وبعدين طرحنا الفكرة على صفحتي على السوشيال ميديا على الفيسبوك. لقت قبول وترحيب كبير جدا، آلاف من المسجات على البرايفت بتقول احنا معاكم وشد حيلكم والفكرة كويسة. صحتنا بإيدينا هي مبادرة بنتمنى ان هي تكون مشروع قومي للنهوض او مساعدة المنشآت الطبية والكيان الطبي في مصر. وصلتوا بالمبادرة دي لحد فين؟ هل مجرد بس انه لاقت استحسان وقبول على شبكات التواصل الاجتماعي، ولا بدأتوا بتنفيذ اي خطوات على الارض؟ تنفيذ الخطوات على الارض هو بدا من ان في من المشاركين والمساهمين في المبادره مكاتب استشاريه. المكاتب الاستشاريه قعدت تفكر معانا على الفيجن بتاعت المشروع وازاي الاستراكشر بتاعه يبقى عامل ازاي. في التفكير وصلنا لمرحله ان احنا عايزين نعمل انفستمنت واستثمار اكتر في المعدات الطبيه وتدريب الكوادر الطبيه وليس في المباني. فكانت الفكره ان احنا نعمل المدينه الطبيه بمباني منخفضه التكاليف. منخفض التكاليف، فقلنا فكرنا ان احنا تبقى جراوند فلور كلها. وبالتالي احنا محتاجين مساحة ارض كبيرة علشان ننفذ فكرة المشروع. اخترتوا المكان؟ قلنا يعني كان في مفاوضات على المكان وتفكير، ولقينا ان المكان المناسب هو اللوكيشن الظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة. المكان الواقع ما بين مديرية التحرير ومركز بدر ووادي النطرون. اللوكيشن ده بريمير لوكيشن، متواجد طبعا على الطريق مصر اسكندرية الصحراوي، 50 60 دقيقة الإسكندرية، 50 60 دقيقة لزايد واكتوبر وجنوب القاهرة. في وجود طبعا شبكة الطرق والكباري الرهيبة العالمية اللي عملها سيادة الرئيس في الآونة الأخيرة. احنا قريبين من الطريق الدولي الإقليمي اللي هو بيربط ما بين طريق السويس مرورا بمحافظات الشرقية والمنوفية والأليوبية ثم اللوكيشن. تقريبا أبعد مسافة على الطريق تقريبا 50 60 دقيقة للوكيشن بتاع المبادرة. بدأتوا بوضع أساسات ال لا احنا لسه ما نفذناش على ارض الواقع، ولكن احنا لما طرحنا الفكره ولقت القبول حصل تواصل مع محافظه البحيره مع هشام بامنه، وهو كان مرحب جدا، وقابلنا المستشاره الاستثمار بالمحافظه في لقاء تاني كمان الاسبوع ده معاهم ان شاء الله. وبنشكرهم على الدعم الكبير والاستحسان اللي هم لقوه للمبادره.